لوب مع دكتور عبد الله بزي، اخصائي جراحة عامة وتجميل، استشاري بزراعة النانو وحقن الدهون. يعني اليوم رح نحكي شوي عن النضارة الدائمة يلي ممكن تعطيها النانو فات، يعني وقت يصير في حقن بالنانو فات وبأي طريقة هيدي. يعني صباح الخير دكتور بزي. يسعد لي صباحك. كمان اليوم موضوع جديد، يعني وقت بدنا نحكي انه كيف بتصير عملية سحب النانو فات وحقنها بأي مناطق بالتحديد، وشو السر انها لتضلها عاطية نضارة دائمة؟ هو بشكل عام هو النانو فات اجمالا هو احنا بنشيل دهن من الجسم. نعم. يعني احنا ما عم نجيب مواد من برا، هيك كنا على طول نستعملها صار فتره. نعم. فحوالي يعني بتدوم لنا حوالي 5 سنين ل10 سنين تقريبا. نعم. هذه فتره الحقن. اوكي. طريقتها سهله جدا، بس هو احنا وصرنا حكينا عنها كذا مره، بس في ناس بعدها الفكره شوي منا واصله. نعم. زياده، فهي عباره عن دهون، حقن دهن، مسحب دهن، كميات بسيطه نعمل لهم فلتريشن بكذا مرحلة. نحن أنا ما بدي الخلية الدهنية، أنا بدي النانو فات اللي هو ستيم سيلز والكولاجين اللي بدي استخلصه من الخلية الدهنية. نعم. هذه اسمها زرع خلايا، يعني ما أنه حقن دهن، اسمها زرع خلايا لأنه نانو هو زرع عبارة. نعم. فتحت الجلد، ولكن الجديد فيها أنه نحن صرنا عم نطور أكثر، لأنه هي اللي تعطينا نتيجة بدها حدود شهر ونص لشهرين ليبلش هالزرع يعطيني سكن جديد، لا يعطي الاساسي تبع الجلد ليعطيني نضاره. ففي مواد صرنا جديده عم ندخلها ضمن النانوفات. في اي رده فعل سلبيه؟ ابدا، نهائيا. هل في تجلطات ممكن تسببها مثلا؟ لا لا، التجلطات بتصير اذا ما نسحب دهن بكميات كبيره، احيانا بتخاف يصير في تجلطات، ولكن هذه اكيد الى في تحضير معين للواحد يعمل هالعمليه هيدي؟ ما لها شيء، بالكلينيك عباره عن فتره ساعه ونص. نعم. لساعتين ماكسيموم بتكون القصه كلها خالصه ومنتهيه. اذا بمنطقه وحده عم تحكي؟ اذا بالبشره بشكل عام، بالوجه عم نحكي على الوجه. صحيح. بس هل هي تحقن بالجسم كمان؟ لا، اغراض علاجيه طبعا، اكيد هي تعالج الحروق. نعم. اي تشوهات بالجسم، بالبشره، بالجلد، فهيدي عباره عن تجديد خلايا. انا عم بزرع خلايا، انا عم شيل من نفس الجسم، عم حلل، عم شيل من الفات الموجود بالجسم، بس عم استخلص ستيم سيلز اللي انا بدي اياه لحتى إعادة تجديد الخلايا، وعم بزرعه تحت الجلد، تحت أي بشرة متضررة. نعم. يعني هو أكتر شيء بالوجه لأنه تصبغات. هي شو بتحفز الكولاجين يعني؟ شو بتعمل يعني؟ هي بتحفز الخلايا من الكولاجين، من الستيم سيلز، من الخلايا الدهنية اللي صارت رايحة تحت البشرة. نعم. إعادة إحياء البشرة من أول وجديد. يعني كيف هلا النانو فات هو معروف، يعني هلا صار عم يستخلصوه من البلاسينتا وعم يحفظوه لحتى اعاده حقنه لمعالجه امراض، هذا جزء منها. نعم. يعني هو اسمه يعني المايكرو فات او النانو فات، هو ذاته نفس الشيء. هل هيدا الغرض التجميلي ممكن يفيد اعضاء الجسم كمان؟ طبعا طبعا. ده الثاني مثل شو؟ طبعا، انه اي تشوهات، نحن نحكي عن التشوهات الموجوده بالجسم، عن الجانب التجميلي. الجانب التجميلي. نعم. طبيعي. نعم. هلا في دراسات كثيره بالنانوفات لشغلات ثانيه بالامراض، قيد الدراسه والبحث، وعم تعطينا نتائج كثير حلوه. نعم. مش بس بالتجميل، بس نحن عم نحكي عن التجميل اللي هو اسهل. طيب هل بتحس بالفرق من اول جلسه، ولا بحاجه الشخص لك عدد جلسات، ولا حسب الشخص؟ هي من اول جلسه. نعم. هي من اول جلسه، اذا عم نشوف نحن في الصور او طريقتها جدا سهله، يعني في فيديو بينحط اذا بيحطوا لنا اياه. بشوف الفيديو بيفور اند افتر. عندك هيك شيء؟ يس. الفيديو بعدين بنشوف بيفور اند افتر كيف. نعم. كيف بتصير طريقتك جدا سهله. نعم. يعني الفات كميه صغيره بناخذ. نعم. من الجسم بفترة 10 دقائق بنكون ساحبين، يعني كمية صغيرة. نعم. الفلتريشن هيدي بجلسة واحدة، هذا اللي شايفينه قدامك. هيدي دايركتلي، هذا مباشرة النتيجة. هيدي كم جلسة ممكن يحتاجها؟ واحدة، جلسة واحدة بس فقط. جلسة واحدة بس. جلسة واحدة بس بيحصل على هاي النتيجة. طبعا. وقديه بتعمر؟ قديه بتضل هالحالة؟ حسب، هي من 5 ل10 سنين عم تضل عنا. نعم. بس حسب عنا تعرض البشره للبحر، للشمس، لهيك شغلات بتقلل شوي من. شو دكتور، يعني الواحد في يتخلى عن الليفتنج، عن عمليه جراحيه؟ اكزاكتلي. هذا بديل، هذا بديل لاعمار معينه بس. اما اذا في كثير ترهل بالبشره. نعم. اكيد ما بنقدر، يعني اذا بدنا يكون في ترهل طبيعي لا. يعني هذه اللي عم نشوفه كمان القصه دايركتلي كيف بتصير نعم. شوف النتيجه. طب اي عمر حضرتك بتنصح انه الواحد يعمل هيدا العمل؟ اي عمر، في اعمار كثير بيكون بالعشرينات عندنا بيكون نوع من الترهل
من التصبغات فقادرين نعملها باي عمر، ما عندنا مشكله. هيدي شو هي عم تحكي ثلاث مراحل؟ اكزاكتلي نفس الشخص، نفس الشخص على ثلاث مراحل. هذه بحدود شهر زمان يعني تبعيت بجلسه واحده. يس بجلسه واحده، هذه بعد شهر النتيجه، وبعد لبعد شهرين بتصير بيرفكت اكثر بكثير. هي لتاخد مفعوله الكامل بعد شهر ونص لشهرين لتبلش تماما. وكمان على الرقبه ممكن، كمان على الرقبه، لانه الرقبه نحن بس نشد بيكون في تجاعيد بالرقبه، بس نعطي البشره نضارتها وشدها، شدت الرقبه اوريدي معها، ضل عندنا شويه تجاعيد ما بتحقن النانوفات بالرقبه لانه ما في طبقه دهنيه، فبالتالي لها معالجات خاصه. هون عم نشوف كمان على البطن، هذه شغله البطن، قلت فت لك هذه الامور كمان نانوفات ثانيه تزبط نانوفات اذا عندنا بصير في ترهلات بسيطه بالبطن، بالبطن قادرين نشدها نوعا ما. نعم. اذا اي ترهل، هذه الحاله الاكثر شيوعا للنانوفات، تشوهات السكارز اللي بتكون موجوده بقلب البشره، هذه بعد شهر ونص من العلاج تقريبا، وبعد لفتره 3 اشهر بكون راحت تماما، بيختفوا كليا. طبعا اكيد اكيد بالضبط. كيف بدهم يختفوا اذا هن جوار موجودين بالجسم؟ ما هو ترميم بالوجه. انا عم رمم، انا عم مزرع النانوفات ليرمم الجلد. نعم، هذا علاج ترميمي. باي منطقه من الوجه؟ كل الوجه، ما عندنا اي منطقه مش قادرين نفوت فيها يعني اي منطقه فيها تشوه، اي منطقه فيها تصبغات، اي منطقه فيها قادرين بدنا نحسنها بدنا نشدها. نعم، فكثير عم تكون فعاله خصوصا للاعمار اللي شوي عم تكون كبيره، اوقات بكون في ترهلات، بكون في شويه تجاعيد، ما قادرين على الماريونات على هاي الامور، كثير عم تعطي نتيجتها. بلس الشغلات اللي عم نضيف عليها صرنا. نعم، مثلا انه في حدا ما بده ينطر، اوكي بده، ما بتقلي انه انا وجهي تعبان ما بدي انطر لشهرين لياخذ نتيجه، قادرين بنفس الجلسه نفوت له مواد، نعطيها شد ونضاره لفترة 3 أشهر، بينما تكون خلصت بكون بلش الشغل، فبالتالي ما بتحس. يعني بيروح مفعول اللي انت حطيته، بكمل مفعول النانوفات، بكمل مفعول النانوفات، يعني فيها تاخد نتيجة من اول يوم. من اول يوم طبعا. اكيد. وقتها تشيل من الجسم، من اي منطقة بتشيل دهون من الجسم حتى تحقن بالوجه؟ اكتر شيء من الطاي الارداف ومن البطن. نعم، هودي المنطقتين هن اللي بيعيشوا الفات فيهم، بيعيشوا هودي بيترفقوا مع الدهون السامسل تبع الوجه. كل الدهن في ستيم سيلز. نعم. اللي بالجسم. نعم. بس هودي المنطقتين اللي بكون فعالين اكثر، الدهن فيهم مركز وقادرين يعيش اكثر. نعم. بيعطيها نتيجه افضل. طيب ليش مشكلة العالم تلجأ لهيدي الطريقة هالعلاج هيدا، مش بتلجأ لأمور من؟ لأنه بعدها منا معروف كتير، يعني أنا بتفاجئ في ناس بعدهم مش سامعين فيها. نعم. وفي ناس بيجوا سألوا أطباء عنها مش سامعين فيها، وفي ناس بيقولوا أنه لا، يعني لأنه بعدها منا كتير منتشرة. نعم. ومش كتير معروفة يعني صراحة. ممكن في عالم ما تتحمل هيدا الشيء ويصير في عندها أي صاير شي مرة أي ردة فعل سلبية إذا بحقنها النانوفات؟ أبدا، لأنه ولا حتى بروز ولا بين فيه، ما في نهائيا. لو انا فوت بالكانيولا، في كان ما حطوا الفيديو في بالكانيولا من محل واحد بس، انا فوت بالوجه محل واحد وبوزع انا على الكل. انا شايفني قدامك بحاجه لنانوفات مثلا؟ ما عندك اي تصبغات او اي شيء، ممكن مع الايام انه شوي البشره اذا تعبت بنعملها كنضاره كتجديد خلايا. أيوة. ما في مشكله. أوه. طبعا ممكن تحقن بحالك اذا استحكمت. اكيد. أوكي. طبيعي. نعم. اكيد، لانه هي بس مفوت انا من انترنس هي واحد يعني. نعم. من هون، واذا بدي بالجبهه من محل واحد. نعم. دكتور بزي ثانك يو على المعلومات، كان عملنا نحكي بعد عن الابر الفات فري بس بنحكيهم بحلقه ثانيه ان الله راد، وقديش كمان عم بيكون في لها ردات فعل ايجابيه. انا بتشكر حضورك معنا وجود لك. ميرسي لك.